سيد انت يعني كنت معانا وبرضه نفس القصه، والكورونا هي كانت اصعب فتره عليك، كانت برضو صعبه، تحب نعرف الناس عملت ايه؟ كانت حاجه صعبه ان واحد مش واخد ان هو يبقى قاعد في البيت المده دي كلها، وكان يعني كان الواحد بيكتشف بيته اصلا مش بيكتشف حياته. الله ده انا يعني عندي حاجه هنا في البيت. في حاجات في البيت اصلا الواحد ما كانش بيبقى عارفها اصلا وموجوده امتى واشتريناها صحيح امتى والكلام صحيح ده. فركزنا شويه في الحكايه دي، لان هم كانوا لو فاكر كانوا يقول لك اسبوعين ان شاء الله نصبر وهننزل هننزل نصبر، فاسبوعين في جابوا اسبوعين اسبوعين، خدنا يمكن خدت اول اسبوعين ولا حاجه كده، اللي هم راحة ملتزم سلبية التزام طبعا. كامل تمام، ما بنزلش من البيت غير يا دوب السوبر ماركت وكده. بعد اسبوعين لما حسينا بقى ان ايه حاجه بتجيب حاجه واسبوعين بيجيبوا اسبوعين، ابتدينا نتمرن، ويعني الحمد لله من نعم ربنا عليا. كان واحد صاحبي عنده صاله وكده، فكان بيفتحها لي اروح اتمرن فيها، محدش يعرف الكلام ده في طبعا السكرته ما طبعا طبعا لا بقى هو لا تمام. لان انت لوحدك، ما فيش اي تبقى، ما فيش اي يعني احتكاك اجتماعي مع حد، فطبعا دي بالظبط. فكنت بروح اتمرن والحمد لله كانت يعني كنت محافظ على نفسي كده، وانا عندي عجله في البيت فكنت بعمل عليها الفيتنس بتاعي عشان يعني رجلك على طول. وعضلات رجلك وظهرك فالحمد وكده. لله كنت محافظ على الوزن ومحافظ على السنس شويه. طب في الموسم ده اصعب ماتش كان ليك ايه؟ يعني مش هنقول اسهل، يعني نقول اصعب ماتش انت كنت قلقان وعامل حسابه. هي يعني هي شخصيات تمام، يعني انا بالنسبه لي كل ماتش انا بلعبه صعب، ايا جميل كان المنافس اللي انا جميل. بلعبه ضعيف يا جامد، رب لان النشأ يتعلم من كلامك، هو يا عنده رب طموح ان النشأ، هو يكسبني. رب النشأ يتعلم من كلامك يا رب. بجد، لان يا الواحد رب. يبقى بيتعامل مع كل الماتشات انها مهمه، ده شيء هقول جميل. لك هي دي يمكن دي حاجه انا متربي عليها من زمان، لان كل من وانا صغير يعني زي ما انا نفسي اكسب لعيب جامد، اكيد برضو اللعيب اللي انا بلعبه لما انا يمكن اكون جامد بالنسبه له فهو نفسه عنده نفس الطموح، والضغط عليا انا تمام، ان المفروض ان انا احافظ لو انا بلعب سنجل ببقى المفروض ان انا احافظ على مركزي او الرانكينج اللي انا بعمله، ولو بلعب في فرق لازم احافظ على اسم الفرقه اللي انا بلعب فيها، صحيح فما بالك لما يكون اسم الفرقه الاهلي كمان صحيح تمام، فموضوع صعب قوي. فكل الناس بتلعب يعني احنا بنقولها بالبلدي كده بايع على القضيه، nothing to lose، ما مش فارق معاه أوزع. حاجه، انا خسرت من سيد او احنا خسرنا من الاهلي، فالموضوع بيبقى فبيلعب ما فيش ضغط عصبي فري على خالص. المنافس. بالظبط، واحنا علينا احنا المسؤوليه وعلينا الضغط ده، فالموضوع بيبقى صعب. فانت لو كمان زولتهم بقى بشويه استهتار وان انا الماتش ده سهل وان انا المفروض هتخسر هكسبه وبتاع، هتخسر. الموضوع هيبقى يعني هيبقى بصعبها على نفسي. افهم من كلامك انه فكر الفكر، المشكله ان انا اشتغل على فكري انا، مش الفرقه اللي بلعبها ايه انا ماليش انا بس، انا انا كسيد لاشين تمام ماليش علاقه خالص باسم الفرقه اللي بلعبها تمام، انا طبعا. بلعب المنافس اللي قدامي الكوره والمضرب، حتى اللعيب اللي انا بلعب قصاده تمام، يمكن اوقات كتير قوي يعني ما ببقاش مركز معاه، انا مركز في مع أدائك الفكر اللي جاي لي في أدائك. الكوره في الدوران في السرعه في الحاجات دي، ماليش علاقه انا بيه. حتى في لعيبه من عاداتها مثلا ان هم يستفزوك وانت بتلعب تمام، بطرق مش معاك يا بطرق، رشيد الكلام ده، لا 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 مش انا معاك خالص، ولا انت في دماغي هدوء الدنيا ولا في دماغي. هدوء الدنيا، ما عنديش الكلام ده مع انا حد مقطع تاني. البطاقه. اخلص الماتش واتنرفز بعد وبعد كده، كده انما نتكلم. طول ما انا واقف ما على شاء الله الترابيزه في ما شاء مسؤوليه الله موجوده. ما شاء الله.